الشيء المهم للحالة اللي حضرتك بتقولي عليها وأثيرت الشهادات من الأول، هل هي شهادات سليمة ولا شهادات غير سليمة؟ التأكيد اللي أنا بأكده لحضرتك، لا هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، إنما هل هي معتمدة أو معترف بها جوه المجلس الأعلى للجامعات المصري؟ ده قول آخر. لكن خلينا أرجع لحاجة أهم، هل النهاردة ده بيبقى شيء شرط أساسي إن أنا أختار المرشح إن هو لازم يبقى معاه هذه الشهادات؟ بالتأكيد لا. الأهم بالنسبة لنا، القانون المصري بيقول إنه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية وعنده شهادة يعني معتمدة أو شهادة جامعية أو مؤهل عالي، فالموضوع ده بيبقى متحقق. أي شهادات أخرى، ماجستير، دكتوراه، دبلومات، دي بتبقى حاجات كلها بنعتبرها يعني شيء إضافي.